وللمزيد ينضم إلينا من غزة الأستاذ أمجد شوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك ومرحبا معنا. لازلنا نتابع إذن يعني استمرار للرشقات الصاروخية على من غزة على المستوطنات الإسرائيلية، بل والحديث عن اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وعدد من الفصائل الفلسطينية. مع كل هذا الحصار وكثافة الغارات الإسرائيلية على القطاع، لازالت المقاومة ترد وبقوة عن أي انتصار يتحدث نتنياهو ووزير دفاعه من خلال غاراتهم المكثفة على القطاع. إذن يعني الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عدوانه على قطاع غزة من خلال هذه الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وهذه الأعداد الكبيرة للشهداء والجرحى، في ظل أيضا استهداف المؤسسات الطبية وخاصة تهديد مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر، وبه أكثر من 15,000 مواطن من لجأوا للمستشفى، بالإضافة للطواقم الطبية، وأيضا الأضرار التي لحقت المستشفى جراء قصف مجاور. هذا أمر بالغ الخطورة بالنسبة لنا بالنسبة للفلسطينيين، وبالنسبة أيضا بما يمثل من انتهاك فاضح لكل المواثيق والمعاهد الدولية. أيضا هناك مئات الآلاف من سكان قطاع غزة من ملجأوا لمراكز اللواء في ظروف بالغة الصعوبة والقساوة، وقدرت الأمم المتحدة عددهم بأكثر من 1.5 مليون نسمة من غادروا بيوتهم. حتى في المناطق الجنوبية اللي موجودين فيها تم استهدافهم واستهداف المساكن اللي موجودين بها، ولا زال حسب وزارة الصحة قرابة 2000 موجودين تحت الأنقاض وسجل المفقودين. الأوضاع في قطاع غزة تسارع التدهور فيها، وكل لحظة تمر هناك فقدان لعزيز ولمواطن في قطاع غزة بسبب هذا القصف المجنون الحادث في قطاع غزة، في ظل هذا الصمت من المجتمع الدولي، وأيضا حالة الانحياز بعض الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل دول أخضر لإسرائيل للقيام بالمزيد من المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق المدنيين الفلسطينيين. الأمر طيب أستاذ أمجد، لو تقدم لنا صورة مختصرة وسريعة، لأن الوقت قصير لدينا، حول الوضع الإنساني في غزة الآن في اليوم 23. الوضع الإنساني جدا خطير فيما يتعلق بوضع المدنيين الفلسطينيين من خلال كثافة القصف، وأيضا وقف الإمدادات الكهرباء والمياه. اليوم قضية المياه قضية أساسية فيما يتعلق بتوفر مياه الشرب والمياه الاستخدام الشخصي. هناك توقف لمحطات تحلية المياه بسبب أسباب توفر الوقود، كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات والقطاع الصحي. ولكن قضية المياه وعدم وجودها إذا ما استمر الوضع هناك سيكون انتشار للأوبئة والأمراض، ونحن نحذر من هذا التدهور الحاصل. وأيضا موضوع الأغذية، استهداف المخابز، يعني بات الخبز عملة نادرة في والوصول إليه بات شبه المستحيل. نعم، أكتفي منك بهذا القدر أستاذ أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من غزة، شكرا لك.